راسه مش ما بسجله اللي غايب مشان يعني عارف انه بس اللي غايب. طب مهندس نعم حكيت لي في غيابين في ثلاث غيابات بدك تشيلهم لسه بشيلهم بس الموجودات بشيل لك اياها تكرم ما تخاف توكل على الله على راسك ما تخافش. في عندنا هسه اخذت الامتحان حيكون على الساعه 9 اي ساعه بدكم اياها الامتحان ما عندي مشكله. انت حكيت اخر محاضره احتمال كبير على 3 وانت حتاكد لنا بهاي المحاضره. انتوا حابين الساعه 3 هسه هو ظل في موعده في 5:05 في 5:05 امتحان يعني حابين المساء يكون لما نكون مفطرين مو صايمين اللي بدكم اياه بعد الفطور في ناس مش معنا دكتور ثاني امتحان نحن خليه على 3 او خليه نفس موعده. موعده متى هو؟ 8:30 الصبح اعتقد. بس انت دكتور حكيت على 3 واكثر الناس حكوا على 3 الكل على 3 على 3 مناسب على 3 على 3 مناسب للجميع. دكتور خليه على 3 مهندس خليه بموعد المحاضره بموعد المحاضره حرام الطلاب اتفقوا هسه يعني هم ما بدهم بعد الفطور. لا كيف ما يعني موعد المحاضره على 5 ما بزبط فيها بعد الفطور احسن. قصدك موعد المحاضره الحالي الساعه 5 يعني يعني يكون هو بموعد المحاضره الامتحان برضو موعد المحاضره الحاليه ما في مشكله مهندس. لا دكتور في مشكله بالمحاضره الحاليه ما بزبط وانا كمان طافينا 6 الا ربع على 5 على 5 دكتور المحاضره بنقدر نحضرها مثلا واحنا بنعمل إشي ثاني واحنا نحضر المحاضره بس ما بقدر مثلا اساعد ماما بشيء وانا امتحن خلص على 3 دكتور الثلاث انسب نص اليوم ولا صبح ولا بعد الفطور والكل يكون مصحصح يعني اتوقع انه اكثر بوقت مناسب للكل. خلص الساعه 3 بخلي لكم اياها يوم الخميس مش الاربعاء 6:05 6:05 ليه الخميس عندنا فلويد يوم السبت يعني خلص خليه الاربعاء العاد خلص خليه الاربعاء على الساعه 4 او 3 خلص يوم الاربعاء الساعه 4 او 3 وانتهينا. مهندس انت حكيت 12:05 بيكون قبل 11:05 نعم 11:05 لا 11:05 و12:05 بعيد بعيد بدنا نسلم علامات احنا بدنا نسلم العلامات الميد تيرم فهمت علي؟ طب ما في امتحان 18 يا مهندس عادي ما بعرف انا امتحاناتي امتحاني لازم 5:05 وكثير متاخر كمان ما في 18:05 وبده تصحيح يومين يعني قبل ما في 18:05 هو أجله ما في 18:05 نازل جدول. لا والله نزل على الجدول 18:05 لا هي عند الاتحاد كلياتها بالقسم فيش عندنا بالقسم لا 9:05 لمتى؟ المفروض 9:05 بعث كثير إيميلات خلص 9:05 بس آخر موعد يا منين بتجيب 18:05 أنت منين بتجيبها؟ والله أنا قرأت على الخدمات ما بعرف بتغير تغير زمان ولا أنت غلطان؟ هاي عندنا جدول جدول عندي 9:05 آخر موعد آخر موعد للامتحانات ولا آخر موعد تسليم علامات؟ آخر موعد للامتحانات وبقدرش إني أنا أجل أنا خلص شباب خلص خلص خليه أنا كنت أساعدكم أخلي خميس جمعة بتكون مش خلص شو عملكم؟ خلص الأربعاء الأربعاء انتهينا بس إحنا مش عارفين ظل أي يوم وأي ساعة وإيش اتفقنا خلص على موعده الأربعاء تاريخ 5:05 على موعده الساعة 3 أو 5 أو 4 اللي بكم إياه معنا بقى 3 دكتور دكتور مش انه قبل الامتحان بيوم يطلع حدا يحكي على الساعة 8 المساء او 11 خلاص احنا مبرمجين حالنا انه بعد الظهر عند العصر بهذا الوقت خلاص خلاص احسن وقت الامتحان الامتحان من الساعة 3:30 للساعة 5 الا ربع ساعة وربع بتاريخ 5:05 ممتاز 3:30 بدلش بس مهندس ما ترجعش واذا رجع انفتح الموضوع وتغير في طلاب ممكن ما تكونش يعني انت خلص انت ثبت الموضوع نزل اشي انا هسه بودي انا هسه اشوف انا هسه بودي على الواتساب وبودي على الاي ليرنينج رسمي وانتهينا بس خلص على الاي ليرنينج رسمي على 3:30 للساعه 4:30 5 للربع حسب ما بشوف الامتحان تمام مهندس يعطيك العافيه انتهينا خلص بدناش فيها كثر تحكي على الفاضي ما في ولا شيء خلص 5 ل 3:30 يوم الاربعاء 5:05 ان شاء الله يعطيك العافيه مهندس الله يعافيك هسه احنا وصلنا امبارح عند وين؟ وصلنا عند الريفيرسبل تذكرتوا الريفيرسبل ولا لا؟ قلنا اذا كانت البروسيس الريفيرسبل شو بكون عندنا؟
أيوة غير يعني ما بصير ريكفري، بصير عندنا كلوسز تمام. بعدين أخذنا بس مراجعة عن إيش، عن اللي هو الهيت إنجن والهيت بامب. قلنا بالنسبة للهيت إنجن هو عبارة عن ديفايز، قلنا زي محرك السيارة زي الستيم باور بلانت used to deliver a work QH equal W plus QL and the thermal efficiency equal W over QH، صح ولا لا؟ الثيرمال افشنسي فور ذا هيت انجن ايكوال الديزايرد اوتبوت اتس ذا ورك اوفر ذا كيو اتش. ناو فور ذا هيت بامب قلنا ذا بيربوسس اوف ذا هيت بامب از تو كولينج، سو ان ذيس كيس ات ورك از ريفريجريتر، اند ذا سيكند بيربوس از تو هيت، سو اتس كولد ا هيت بامب. سو ذا هيت بامب كود بي هيت اور كود بي ريفريجريتر، اند بوث ار ذا سيم mathematically physically is different. قلنا اذا كان عندك بدك انت تعمل كولينج فبتكون ريفريجريتر سبيس ان ذس ذس سبيس، وير از السراوندينج ويل بي ذا هيت سورس، سوري هيت سينك، كيو ويل بي ريجكتد تو ذا اوت سايد. الاوت سايد ممكن يكون برا موتور السياره، ممكن يكون ورا الثلاجه، هذا هو الاوت سايد. The work is delivered to the compressor. So QL plus work equal QH. Now, if this used as a heat pump, so our objective is to deliver heat to the surrounding, to the room. في الشتاء هاي بتكون عندك الروم، فعندك QH is your desired output. So the COB of the heat pump equal QH over W. أخذنا COB هو عبارة عن الـ coefficient of performance. And for the heat engine, we don't use COB, we use only the thermal efficiency. Whereas for the heat pump or the refrigerator, we use the coefficient of performance. The difference is that the thermal efficiency could never be higher than one. Whereas for the refrigerator, for the COB of refrigerator, as well as the heat pump, the COB could be higher than one, 4.5, 7, 12, etc. And we also derive the relation between the COB for the refrigerator and the COB for the heat pump. And we notice that the COB for the heat pump equal COB for the refrigerator plus one. مزبوط ولا لا؟ Hello? 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 أنا معك. مزبوط. COB للheat pump تساوي COB للrefrigerator system plus one. وقلنا COB is the desired output over the input. Now, what is the desired output of the refrigerator? Oh, شباب, يلا. Hello. Hello. يلا, شو هو desired output of the refrigerator? حدا بيعرف؟ ايش هو دكتور؟ What is the desired output of the refrigerator? يلا شو هدفنا من الريفريجريتر؟ QL exactly QL over input W. COB for the refrigerator equal QL over W, and W equal to what? QH plus QL. هيها W plus QL equal QH, so that W equal QH minus QL. مزبوط ولا لا؟ خدنا امبارح ولا امبارح تمام. So the COB of the refrigerator equal the desired output which is QL over W, and W equal QH minus QL. Now what is the desired output of the heat pump? يلا يلا شباب يلا بنات. الو 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 QH. مزبوط شو مالكم؟ The desired output is QH to provide to release heat to the surrounding as much as we can. هدفنا انه نعطي heat للسراوندينج للغرفة. So that COB for the heat pump equal QH over W. مزبوط ولا لا؟ الو 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 معك مهندس
موجود. فاهمين وشاهمين علي انتو؟ تمام. واضح سي او بي اللي تبقى بتساوي الديزارد اوتبوت كيو اتش على الانبوت دبليو. السي او بي للرفجريتر تساوي الديزارد اوتبوت اللي هو الكيو ال على دبليو. ان دبليو ايكوال كيو اتش لقص كيو ال بيكوز دبليو بلس كيو ال ان ايكوال اوت كيو اتش. واضح ولا لا؟ اعيدها ولا خلاص؟ الو تمام مهندس واضح. واضح اكيد. طيب هسه بنيجي على ايش بسموه قلنا احنا اذا كانت البروسيس ريفيرسيبل فهذا شو على ريفيرسيبل اخذنا مثال عليها وي هاف سبرينج نعطيه 5 جول انرجي وان ذا وين وي ريليز ذا فورس 5 جول ويل بي ريليزد سو 5 ان ايكوال 5 اوت سو ذا بروسيس از ريفيرسيبل وير از اف ذا بروسيس از ايريفيرسيبل this means that there is a losses and then the causes of irreversibility is due to friction and strain expansion of gases heat transfer through finite number difference mixing two different substances I square are losses in electrical circuits and any deviation from quasi-static process هاي من المصادر تبعون irreversibility now the last subject of this chapter اللي هو Carnot cycle كاروت سايكل الكل معي الو الو معك مهندس طيب خلينا نفهم شو معنى كاروت سايكل الكل مشان يفهمها واستوعبها شايفين هاي السايكل عباره عن ايش هاي يلا عباره عن ايش هذا اللي قدامكم كل معي يلا heat pump او ريفجريتر صح ولا لا مزبوط يا تسخين يا تبريد اذا هدفنا نعمل تكييف او تبريد لكيو ال ذس از اوتبوت سو خلينا ناخذ هسه السي او بي بحكي لك انت هاي السايكل لها سي او بي مزبوط ولا لا ناخذ مثال عليها طبعا وات از ابليكابل فور ذا هيت بامب ويل بي ابليكابل فور هيت انجن افهموا علي هسه عندي السي او بي The COB for R refrigerator. بتعرفوا انتو انو COB لها maximum value مزبوط ولا لا؟ تمام؟ هسا طلع علي if this cycle obey the following relation شو هي؟ طلع علي TH معناته ايش معي الو معك مهندس معك طيب طلع علي هسه هذا TH over PC طلع علي الكل معي فاهم هسه إذا عندك هاي السايكل اتحققت فيها إذا تحققت فيها هذا الشرط إذا تحقق فيها الشرط هذا عفوا هاي إذا هذا العلاقة تحققت عندها بنسمي السايكل هاي بنسميها كارنوت سايكل بشكل عام وهنا بشكل خاص اسمها كارنوت ايش ريفريجيريتر او كارنوت هيت بامب حسب استخدامها واضح ولا لا متى بنسميها كارنوت يلا الو 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 معك مهندس معك متى بنسميها كاروت اذا كانت تي اتش على تي سي تساوي كيو اتش على كيو سي طب شو هي كيو اتش ذا اماونت اوف هيت ريجكتد فروم ذا كوندنسر تو ذا سراوندينج كيو ال او كيو سي هاي سميها تي اتش احسن الخومه بسموها ال احسن
خلينا نسميها L. أيوة QL شو هي QC؟ QL the amount of heat شو مالها absorbed by the evaporator and removed from the room or from the refrigerated spaces. واضح؟ طيب TL شو هي TL راح تكون؟ حدا بعرف شو هي TL؟ يلا temperature of the refrigerated. معاني تقول لا بتكون بالكلفن. تي ال شو هي؟ يلا هاي تي ال والتي ال والتي اتش عفوا شو تساوي تي اتش؟ يلا اللي هي ايش؟ يلا تمبريتشر اوف ذا ايش؟ يلا اوف ذا هاي، هاي هاي عباره اوف ذا لو، لو او بنسميها احنا بشكل احمل لو تمبريشر ريزيرفوا اللي هي بالكلفن، احسن نسميها هيك. وهاي هاي تمبريشر ريزيرفوا، وهاي هاي التي اتش اللي هي الهاي تمبريشر ريزيرفوا كمان بالكلفن. شرط تكون التمبريشر بالكلفن اليونت تبعتها. وضحت ولا لا؟ شو معنى تي ال؟ ذا تمبريشر لو تمبريشر ريزيرفوا اللي هو سبيس هذا اللي عندك، هذا لو تمبريشر ساعت من كيو، وهنا اعطيت كيو فحارته تي اتش هاي تمبريشر ريزيرفوا. الو الو معك مهندس معك. سو اف ذس ريليشن از فاليد ذن ذس سايكل از كولد كارنوت سايكل، ذا ريفريجريتر از كولد كارنوت ريفريجريتر، اند ذا بامب از كولد كارنوت هيت بامب. واضح ولا لا؟ معين تقول لا؟ الو واضح مهندس معك. نفس الشيء هنا، if we have Carnot heat engine اسمه heat engine، Carnot heat engine معناتها ايش؟ معناتها نفس الشيء اللي هو ايش؟ تتحقق عندها العلاقة اللي هي QH over QL تساوي TH over TL. تمام ولا لا؟ تمام. if the cycle، if the cycle هاي cycle شو هي؟ cycle شو هي؟ عبارة عن ايش هاي؟ هاي Carnot ايش؟ يلا Carnot ايش؟ يلا heat engine. صح ولا لا؟ الو الو معك مهندس معك. هاي شو اسمها؟ اسمها Carnot heat engine. مزبوط ولا لا؟ إذا بعدين على كل حال، إذا اسمها هسا Carnot heat engine، إذا اسمها Carnot heat engine TH over TL تساوي QH over QL. طيب اللي بشان صينا الهيت انجن شو تساوي إذا ما أخذناها هنا؟ يلا شو تساوي الافشنسي؟ الو الو معك مهندس معك مهندس. الافشنسي شو تساوي؟ دبليو على كيو اتش. طيب دبليو شو تساوي؟ دبليو كيو. يلا الافشنسي ما له هذا؟ ما له هذا؟ مش خطير. تمام
إذا قلنا هسه إذا كانت عندك أنت كاروت هيت إنجن بعدين هذا ماله هذا مش هذا يشتغل خلاص ها كل حال ها نعملها أنا هسه إذا كان عندي هسه أنا إذا if we have heat engine يكون عندنا هسه يلا قلنا واحد ناقص إيش ذكرته QL over QH تمام مزبوط ولا لا ذكرته هيو ألو ألو مزبوط مزبوط هاي عندكم نيو تساوي واحد ناقص Q على QH إذا كانت كارنوت إذا هذا اشتغل as a كارنوت then QL على QH شو تساوي TL على إيش عتي اتش تمام بهاي الحاله اذا اشتغل هذا الهيت انجن از ا كارنوت ذن وي ويل هاف ذا ماكسيمم اور ذا كارنوت ذا ماكسيمم افشنسي از ذا وات كول ذا ماكسيمم افشنسي از ال اوفر تي اتش اذا اشتغلت السايكل هاي as a carnot بتكون ال q على q h نفسها t على t h بالتالي واحد ناقص t على t h you will get the maximum efficiency the maximum efficiency could be gotten when the cycle is working as carnot cycle واضح ولا لا فاذا كان عندك ال new maximum ال new max تساوي مثلا 0.8 معناتها تحت هاي الظروف no way تلاقي عندك heat engine تحت هاي الظروف شو عن هاي الظروف يعني تحت التي ال هاي والتي اتش بيشتغل على افشنسي اعلى من 80% مستحيل ليش لان الماكسيم افشنسي اللي هي الكارنت افشنسي تساوي 80% فبالتالي اذا بدي اعمل ديزاين لاي ستيم باور بلانت او لاي محرك عند هاي الظروف بدي اعرف انا تلقائيا انه الماكسيم افشنسي له والنوت اكسيد 0.8 في احسن حالاته بيكون ايش ريفرسبل ماكسيمم كارنت كلمة ماكسيمم معناتها كارنوت معناتها ريفيرسبل هاي كلمة ماكسيمم معناتها ومتى تتحقق تتحقق إذا كان QH على QL تساوي T على TH واضح ولا لا كذلك عندك the same story for heat pump for heat pump COB للheat pump شو تساوي يلا شو COB تساوي heat pump QH تقسيم إيش W W شو هي QH ناقص QL مزبوط ولا لا الو الو معك مهندس مزبوط قسم على QH شو بصير قسم على QH المعادله بتصير واحد ناقص واحد تقسيم ايش يلا واحد ناقص T واحد ناقص QL على QH مزبوط ولا لا وتساوي بدك اياها بشكل معادله تشوفها كيف تطلع تطلع بهاي الصورة هاي إذا كانت شغالة as a carnot تطلع عندك هاي شايفين تساوي QL على W والQL شو تساوي QW QH ناقص QL قسم على QL واحد على QH على QL ناقص واحد هذا اللي هي للرفجريتر بالتالي COB للرفجريتر تساوي TL تساوي واحد على TH على TL ناقص واحد This is the maximum efficiency If you substitute QH على QL تساوي TH على TL then you assume that you are working as the Carnot cycle you are working the maximum COB you are working the reversible COB so the maximum COB could be gotten from this refrigerator is 1 over TH over TL minus 1 be careful that TH and TL should be in Kelvin it's compulsory مش على خاطرك إذا كانت فارنهايت أو رانكن أو سيليسيوس it should be necessarily converted to Kelvin تمام
نفس ستوري السي او من الهيت بامب تساوي كيو اتش على كيو اتش ناقص كيو ال، قسمت على كيو ال صفى عندك تي اتش على تي ال تقسيم تي اتش على تي ال ناقص واحد. This is the maximum efficiency could be getting from a heat pump. لاحظ انت شوفوا علي الكل معي. الو الو معك دكتور معك. اذا الافشنسي اللي طلعت معك بالحل تساوي الكارت سايكل اللي هي تي اتش على تي ال تساوي كيو اتش على كيو ال، then this heat engine or this refrigerator or this heat pump is called reversible. واذا كانت الافشنسي طلعت معك اقل من العاديه irreversible، وهذا الواقع وهذا الحقيقي اللي هو انت الماكسيم افشنسي للهيت انجن طلعت معك 80%، الريال افشنسي اقل من 80. سو ذا ثيوريتيكال افشنسي اقل من الريفرسبل، عندك الماكسيمم 80 الريفرسبل 1 طلعت معك 60%، فهي الصحيحه العمليه واقعيه وتسمى الريفرسبل هيت انجن. اذا كانت الافشنسي المحسوب معك تساوي الكاروت، then this engine is working in the maximum condition. On the reversible condition, Carnot cycle. Then a new تساوي a new reversible. إذا كانت new اللي عندك الماكسيمم بوينت 8 طلعت عندك new بوينت 9، فبتكون أنت العملية هاي كاذبة وغير واقعية. Impossible heat engine. The same story is applicable for the COP of the R as well as for the heat pump. ماشي؟ الهيت بامب COP for the refrigerator. إذا كانت السي او بي فور الجريتر اللي عندك أقل من الماكسيمم، الماكسيمم شو يعني؟ الريفيرسبل. الريفيرسبل شو يعني؟ الكارنوت. إذا كلمة ريفيرسبل، كلمة كارنوت، كلمة ماكسيمم it's the same because we achieve the maximum coefficient of performance, we achieve the maximum COP if the cycle working as Carnot cycle, and if the cycle working as Carnot cycle then we achieve the reversible COP, which is also the maximum obtained COP from the cycle under a certain condition. إذا كانت COP اللي عندك تساوي COP الماكسيمم، معناتها السايكل عندك أنت في أحسن حالاتها، شغالة على أحسن حالاتها. إذا كانت COP اللي عندك أكبر من الماكسيمم، معناتها هاي الريفجريتر impossible. It doesn't make sense. What is applicable for الريفجريتر؟ It's applicable for heat pump. A similar relation can be obtained for heat pump just only by replacing all the values of COP by COP heat pump in the above relation. واضح ولا لا؟ ألو؟ 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 معك دكتور. معك مهندس. طيب اللي يمكن تفهموا إنه أنا عندي سواء الهيت انجن أو الهيت بامب أو الريفريجريتر. الهيت انجن إلها افشنسي، الهيت بامب والريفريجريتر إلها سي او بي. عرفنا الفيزيكال مينينج لكل واحدة. عرفنا إنه إذا اشتغلت الهيت انجن أو الهيت بامب أو الريفريجريتر as a Carnot they will achieve the maximum coefficient of performance في حالة الريفريجريتر أو في حالة الهيت بامب and it achieve the maximum efficiency في حالة الهيت انجن. إذا الافشنسي اللي عندك أقل من الافشنسي الماكسيمم، this is a reversible process and this is practically applicable process, real process. إذا كانت الإفشنسي تساوي الكارنت إفشنسي، then your heat engine is working in the maximum capacity. Above it, you can never obtain any efficiency higher than the maximum efficiency. So, if I told you that the efficiency of the heat engine is 0.9, and you know intentionally that the efficiency of the heat engine is a maximum efficiency of the Carnot cycle of the Carnot heat engine is 0.8 and you told me it's 0.9, this your claim is invalid, your claim is not really, it's you are not يعني you are not honest. المستحيل يكون عندك الافشنسي تبعت الهيت انجن اعلى من الماكسيمم. الماكسيمم 8 في 10، مستحيل تكون 9 في 10 صحيحه. With the same story is applicable for refrigerator as well as for the heat engine. For the heat pump, عفوا. Hello? Hello? معك مهندس. طيب. خلينا نشوف السؤال هذا. صغير هذا السؤال. نشوف شو يعني. مشان تفهم أكثر.
طلع شو بقول لك هسه؟ بقول لك في السؤال، بقول لك في السؤال واضح، كارنوت هيت انجن. اول شيء شباب عندي انا هيت بامب ولا هيت انجن؟ الو الو الو، معك مهندس، معك. عندي هيت بامب، شو رسمة الهيت بامب؟ هاي الرسم مختصر تبعتها صح ولا لا؟ مظبوط، ترسم الرسم عندك قدامك تشوف شو ايش، شو السؤال. اذا انا بدي افجيكم كيف هاي الهيت بامب، هاي رسمته تمام. ها طيب، هاي الهيت بامب، بقول لك هذا كاروت، بما انه كاروت شو يعني؟ هذا الهيت بامب، الهيت انجن عفوا، هذا الهيت انجن والورك ذا ماكسيمم افشنسي. طيب بحكي لك هذا الهيت انجن ريسيف 500 كيلو جول اوف هيت، اذا كيو اتش شو تساوي؟ لاحظ اخذ كيو اتش تساوي 500 تمام، التمبرشر تساوي 652 دقري سيلسيوس، تي ايكوال 652 دقري سيلسيوس. كم الكلفن حدا بيعرف؟ يلا تمام. طيب and reject heat at low temperature heat reserve 30، اذا reject heat مش معروف قديش، عند تي ال تساوي عفوا، طبعا هاي ايش هاي تي اتش صح ولا لا؟ وهاي تي ال شو تساوي؟ قديش؟ 30 دقري سيلسيوس، يعني شو بيطلع عندك؟ يلا 303 كلفن. الو الو الو، معك مهندس، معك. طيب اول شيء طالب منك الافشنسي، اثنين طالب منك ايش الريجكت. بما انه شغال انا كاروت سايكل، معناتها العلاقه اللي هي كيو اتش على كيو ال تساوي تي اتش على تي ال ابليكابل، مزبوط ولا لا؟ بالتالي كيو ال شو تساوي؟ يلا يلا شو تساوي كيو ال حدا؟ يلا تساوي، يلا بسرعه، يلا قديش هسه كيو ال تساوي؟ حدا بيعرف قديش تي اتش على تي ال تساوي؟ قديش تي اتش 925 تقسيم تي ال 303 يساوي، اوكي ضرب قديش كيو اتش 500، تطلع عندك كيو ال تساوي 163.8 كيلو جول. الو الو الو، معك دكتور، معك. انتوا فاهمين على ايش فاهمين؟ انتوا شايفين؟ فاهمين معاك دكتور. اذا الكيو ال طلعت معي 1638، لاحظوا انتوا النيو الافشنسي، الافشنسي هاي اللي عندكم، هاي الافشنسي وين هي الافشنسي؟ شو راح تكون؟ راح تكون ماكسيمم صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ مش راح تكون ماكسيمم، غلطان، النيو راح تكون ايش؟ الماكسيمم صح ولا لا؟ انا شغال كارنوت، شو تساوي؟ يلا شو تساوي؟ يلا شو تساوي الكيو النيو؟ يلا شو تعريف الافشنسي؟ التعريف الرئيسي لها شو يساوي؟ الو فرق على الكيو اتش، مضبوط ولا لا؟ الورك شو يساوي؟ كيو اتش ناقص كيو ال على كيو اتش،
وتساوي طبعا ممكن تعملها العلاقات هاي. طيب كمل هسه وتساوي شو تساوي كمان؟ يلا يلا بعدين الورك اذا نفشل شو تساوي؟ قديش كيو اتش ناقص كيو ال؟ يلا 500 ناقص 163.8 تقسيم 500. ويساوي تقريبا 67%. اذا ايكوال 76%. شايفين وين راحت؟ هي 67.2. الو الو الو، ما حدا برد. شباب فاهمين؟ زعليت هسه. اذا انت شفت هاي الهيت انجن اللي كيو اتش لها 500 وعندي 652 وعندي 30، نو واي تكون الافشنسي لها اعلى من 67%. الماكسيمم 67، الماكسيمم. فاذا واحد قال لك انت انه هي كليم ذات ذس هيت انجن هاز ان افشنسي اوف 80%، ذن ذس كليم از not reasonable، غير معقول، يعني كذاب هذا الزلمه. His claim is not reasonable because the maximum efficiency could be obtained is 67%. If anyone told you that the efficiency is 50%, I can accept. إذا اشتغلت هذا، إذا اشتغل هذا الهيت انجن، إذا اشتغل reversible maximum without any losses in the energy reversible community reversible, then the maximum efficiency could be obtained is 67. Hello. الو معك دكتور. الكيو ال هاي اللي انا حسبتها فعليا هي المينيمم كيو ال، صح ولا لا؟ بالفعل اقل حراره نفقدها، مظبوط، بس اقل حراره بتصير كيو اتش على كيو ال اعلى ما يمكن، بس كيو ال تكون اقل ما يمكن، شو بتصير بالدبليو؟ الماكسيمم، مظبوط ولا لا؟ مش احنا قلنا احنا انه الورك يساوي كيو اتش ناقص كيو ال، وان كيو ال ويل بي مينيمم، دبليو ويل بي ماكسيمم، وبالتالي نيو ويل بي ماكسيمم، صح ولا لا؟ الماكسيمم افشنسي اوبتين وان ذا ماكسيمم ورك جوت بي جيتن، اند ذا ماكسيمم ورك اوبتين وان ذا كيو ال از ذا مينيمم. اقل فقدان الحراره الهيت اماونت في ديليفر تو ذا لو تمبرشر ريزرفوار is 163.8. بعرض الواقع بتكون حارة بفقيدها أقل، خصال حارة أقل بصير أعلى عفوا، فعندك heat losses will be higher than this value، بالتالي W will decrease وبالتالي new will decrease accordingly. واضح ولا لا؟ ألو واضح مهندس؟ واضح. شاب انتو شكلكم مش مستوعبين معاي. الو معك مهندس. معك معك مهندس. فاهمين فاهمين؟ فاهمين. طيب طيب هنا حسبت لك كيو ال 164 حسبناها. طيب شوف هذا السؤال، طلع السؤال هذا بقول لك ان انفنتر كليمز ادعى تو انفنتد هيت انجن ذات ديفلوبس ا ثيرمال افشنسي. عمل هيت انجن بيعطيك افشنسي شو تساوي؟ هذا المخترع ايوه اعطاك اياها شو تساوي؟ تساوي قديش؟ 80%. When operating between two reservoirs, أيوة، يعني هذا الهيت انجن بيشتغل بين TH تساوي 1000 و TL تساوي 800 300. إذن TH تساوي 1000 كلفن و TL شو تساوي؟ 300 كلفن.
واضح ولا لا؟ بقول لك بالسؤال إيفاليوات الزكليم، هل الدعاء مزبوط ولا لا؟ ألو؟ ألو؟ تيجي أنا، إذا بتقول له إذا اشتغل هذا الزلمة، إذا اشتغل على الماكسيمم إفشنسي، نيو ماكسيمم، طلع علي، نيو ماكسيمم، بيحسن حالتها شو تساوي؟ تساوي نيو تبعت ايش؟ كارنوت، واللي تساوي نيو تبعت ايش؟ الريفيرسبل، نفس المعنى، واللي شو تساوي؟ واحد ناقص يلا تي ال على تي اتش بأحسن حالاته، واحد ناقص كم التي ال؟ 300 على 1000 شو تساوي هسه؟ يلا واحد ناقص ثلاثة شو بيطلع عندك؟ يلا ثلث، ثلثين صح ولا لا؟ قديش عن ثلثين؟ يعني 60 70 76%. So his claim is not reasonable. مش معقول. No way. Because the maximum efficiency could be obtained from this heat engine is 67%. So his claim that he has 80% is not correct. He is liar يعني. His claim is not reasonable. So you can't judge. Give your judgment about this inventor that his claim is not reasonable because the maximum obtained efficiency from heat engine is 67%. Where his claim is 80% and this is impossible. واضح ولا لا؟ واضح دكتور. قديش 300,000 قديش 77 هاي مش 70 المهم 70 اوكي فهمت الموضوع هسه كيف واضح ولا لا الو واضح طيب ان انفنتر هسه الريفجريتر عنده بقول لك هسه an inventor developed refrigerator that maintains the refrigerated space at TL تساوي 2 درجة مئوية تمام TL equal 2 degrees Celsius when operating in a room where the temperature TH شو تساوي خمسة وعشرين فاهمين ولا فاهمين؟ عندي ثلاجة ألو معك مهندس معك ثلاجة درج حاط ثلاجة من جوا 2 درجة مئوية والمطبخ اللي حواليها 25 هاي رسمة ايش الثلاجة هيها هيها شايفين وين راح تكون الثلاجة راح تكون هنا مزبوط وهي رسمة تقريبية للثلاجة كمان هنا هي شايفينها زي الهيت انجن هيها طلع عليها هيها شايفين هنا الثلاجة راح تكون اللي هي the refrigerated spaces space this is the work delivered to the compressor and this is the environment اللي هو عندنا الكيتشن حاليا في السؤال هذا مزبوط ولا لا تمام طيب بقول لك في السؤال هو هنا هاي الثلاجة السي او بي لها تساوي 13.5 هل هذا صحيح؟ تقول بسيطة السي او بي للريفجريتر ماكسيمم ايوه الماكسيمم لها اللي هي نفسها السي او بي لمين؟ لكارنوت صح ولا لا؟ تمام؟ احسب لي اياها هسه يلا احسب لي شو تساوي يلا السي او بي ماكسيمم قلنا شو قانونها الماكسيمم ارجعها انا على القوانين اذا مش حاب تحفظ انا ما احفظش لانه انا بعملها كلياتهم السي او بي ريفريجريتر ماكسيمم شو تساوي يلا هيا
السي او بي واحد على تي اتش على تي ال ناقص واحد. واحد تقسيم يلا قديش تي اتش؟ تي اتش على تي ال، تي ال ناقص واحد. مزبوط ولا لا هي؟ ها طيب هسه تيجي انا شو بتعمل؟ يلا التي اتش شو تساوي؟ التي اتش يلا التي اتش شو تساوي؟ 2 زائد 2 7 3 وتساوي 275 بالكلفن لازم. والتي هاي التي ال عفوا هاي التي ال اسف. والتي اتش شو تساوي يلا؟ شو تساوي؟ 25 زائد 2 7 3 وتساوي قديش؟ 200 تساوي 200 يلا 298. إذا السي او بي الماكسيمم هاي او الريفريتر نفس الشيء اللي سواء كمان الماكسيمم او السي او بي الكاروت او السي او بي ريفرسبل نفس المعنى. يلا شو تساوي؟ واحد تقسيم يلا قسموا لي يا هسه كم التي اتش؟ 290 98 تقسيم 270 74 ناقص واحد. احسب لي يا هسه 298 اوفر تقسيم 270 74 ناقص 1 5 270 275 لا او 75 ما ترشى هاي 75. اذا 298 اوفر تي 75 ماينس 1 تطلع الافشنس شو تساوي؟ اللي بيطلع السي او بي عفوا يساوي 8.36. So the maximum is 8.36 و 13.5. then his claim is not reasonable. His claim is not reasonable. وهي ادعائه his claim ادعائه مش مظبوط. طلع معنا قديش احنا الماكسيمم ليش 11.96 غريب. كم لازم يطلع؟ واحد تأكدوا من على كل حال تأكدوا من الرقم هذا بيطلع أقل من 13.5 فالماكسيمم وهذا غلط. فإذا كانت سي أو بي أعلى من الماكسيمم this is impossible. واضح ولا لا؟ ألو معك دكتور واضح. إن شاء الله المحاضرة الجاية بنكمل يوم الأحد يوم الاثنين إن شاء الله بنكمل هذا الشابتر آخر مثال فيه بعدين بعطيكم إيش example توتوريال كاملة بعد الامتحان. تمام؟ اللي عندي سؤال الفصل الكلاس الجاي بدي يسألني على الامتحان يسألني. دكتور حيضلي بموعده على الثلاث. ثلاث ونص للساعة خمس إلا ربع. ثلاث ونص للخمس إلا ربع. دكتور يعطيك العافية. الله فيك. السلام عليكم. دكتور. تفضل. يعني لو نخلي الامتحان بعد الفطور أحسن يكون واحد مروق. لا خلاص خلاص وعثرت ترى ممكن مثلا كنت في عند الطلاب في عند الشغل كمان ما خلاص دكتور في ناس قاعده بتعمل لي ازاله من الاجتماع. نعم دكتور في ناس بتعمل لي ازاله من الاجتماع. كيف يعني ازاله؟ يعني بيطلعوني من الاجتماع. مين انت؟ مين انت اسمك؟ رؤية. رؤية الغامدي. على أي أساس يعني؟ مش فاهم والله ما بعرف يا دكتور. دكتور على أساس أنه هي طلبت أنه الامتحان يكون قبل الفطور والناس هذلاك ما بدهم الامتحان قبل الفطور. دكتور أغلبية باتهم بعد الفطور يعني ما بصيرش نمشي أربع دكتور 10 طلاب على أربعين طالب. ما هو إذا تخلص خريعة 8 ونص منتهينا وخلاص. هو ما في أغلبية دكتور. نعم يعني ما في حدا قال الأغلبية. هو باعتقاده إنه هو بده بعد الفطور. إحنا عندنا يعني أكثر من طالب بده قبل. فهي هي القصة سفش أكيد موعد رح يرضي الجميع.
لكن يعني واحد خلص. لازم ياخذ او دكتور خليه بموعده اذا خلص. انت شايف انه يعني راح يصير في اختلاف كبير خليه بموعده وانتهي موعده ب 5 راح يناسب ولا حدا والموعد الاصلي اصلا مش راح يناسب كمان ولا حدا لا من اللي بدهم قبل الفطور ولا اللي بدهم بعد الفطور دكتور خليه بموعده لانه كنا بدهم يا ثلاث انا يعني انا الجروب انا انا انا, أنا حاليا اللي الاصل انه قبل الفطور خلص على 8:30 هسه ممكن انتم تساعدوا على بعض تخلوه 5:30 بس بعد الفطور نووي خلص يا دكتور خليها 8:30 الصبح الان موعده سؤال عن موعد احسن اذا هيك دكتور خلاص على 8:30 الموعد احسن دكتور خلاص موعده على 8:30 خلاص توكلنا على رب العالمين ما شو لا دكتور واحد الله شو على 8:30 الصبح ممكن نايمين خلاص ما اتفقتوش شو اعملكم خلاص انتهينا لا دكتور واحد الله شو 8:30 الصبح لا دكتور لا 8:30 مش اتفقي خلاص اذا اتفقتوا كلكم على موعد معين ودور منكم نايمين منكم نايمين الثلاث شو ناس مهندس هذا الموعد مهندس اسمع صلى على النبي ما حداش يحكي خلاص الموعد 8:30 لا دكتور خلاص خليها على العصر على العصر واحد الله 8:30 الصبح والله ما بنكون مجمعين شيء طب احنا قلنا في ناس بدهم مش بدهم بعد الفطور الناس اللي بدهم بعد الفطور يا اخوان الناس اللي بدهم بعد الفطور هم اللي عاملين مشكله انا ما لي علاقه بوجهة نظري انا لكم انه خلص الناس اللي كل يوافق قبل الفطور على 5:30 اما بعد الفطور مش راضين الناس خلص اذا مش راضين ما اتفقتوش يا 8:30 يا الساعه 3:30 شو اعمل لا خليه موعد 8:30 خلاص خليه موعد المحاضرة على 5 احنا قلنا 3:30 4 5 ما اثرش 5 قلنا لكم احنا 3:30 مناسب انسب اكثر 3:30 للساعة 5:15 حصلكم اتفقوا اسمعوا اتفقوا على على اي موعد ودوا لي معاكم من هنا اي شيء مع قبل الفطور خلاص خلص قلنا لكم 3:30 5 4 كويس 3:30 4 كويس بتكون 8:30 جاهز بتكون 10 انا جاهز 11 جاهز 12 جاهز موعد الدكتور موعد احسن موعده موعد احسن شيء 8:30 اه خلص 8:30 زي ما بدكم لا انا بديش 8:30 دكتور 8:30 دكتور ولا بدي 8:30 انا ما بديش 8:30 هي شو صارت دقاره دكتور انا ما بديش 8:30 اه صارت دقاره دكتور 8:30 موعد الاصلي هذا طيب 8:30 بنقول له يعني الواحد بينام دكتور على الساعة 5 شو بده صحي على 8:30 واذا دغر صاحي على 8:30 ما بيجمعش شيء طب انا شو علاقتي اتفقوا مع بعض انت يا طلاب انا شو علاقتي ما هو دكتور الشغله صارت دقاره اي كل القصه يا حلا دقاره ولا ايش توكل على الله اتفقوا من هذا اليوم الاحد وخبروني دكتور احنا الموعد قبل الفطار عادي يعني احنا مو مش معترضين بس في ناس بلشت شو تحكي تحكي انه انتوا عندكم مسلسلات وابصر ايش بعد الفطور ويعني ترمي حكي فعليا انه احنا عندنا ظرف ومو قادرين يعني فعليا يعني لو بنقدر لبعد الفطور لحكينا بس يعني لان هم اخذوا الموضوع يعني بشكل شخصي يعني انه احنا ما بدنا بعد الفطور لانه ما بدنا بعد الفطور انا لا والله هذا مو الاضرار او شيء انا لو اني طالب انا لو اني طالب باخذه بين الواحد والساعه 3 4 2 1 12 بس انتوا حرين انا من ناحيتي مش راح انا بحط بعمل ابلود للاسئله وما مش راح يعني اكون معاكم انتوا حرين انتوا حرين برجع لكم بدكم اياه على 3:30 انا حاضر بدكم اياه الساعه 4 حاضر 5 حاضر على الساعه حط موعد هسه حط موعد هسه لانه يعني في ناس خلص احسن موعد 3:30 ل 5:15 اه دكتور ايوه دكتور هذا انسب موعد احنا قلنا عنه هسه اعترض عنه الطلاب بعدين معاكم دكتور هذول الطلاب بدهم بعد الفطور بس ما عندهم خيار الا بعد دكتور بجوز اللي بيعترض واحد بس او اثنين يمكن انا بنزل هسه اعلان 3:30 5:15 واللي مش عاجبه بودي لي ايميل واللي مش عاجبه شفت واحد او اثنين مش عاجبهم بعمل لهم امتحان لحالهم مليح اه بالضبط تمام الله يعطيك العافيه دكتور اعمل لهم امتحان خلص 3:30 5:15 احسب اخذ ممتاز ممتاز مهندس خلص السلام عليكم تمام دكتور الله يعافيك
موتوش ليه؟ ما بموتوا. مو عادي والله.